سيادة النائب. نعم. الاتصال من داخل السجون، من داخل سجن سوسة. قول. أبو رغد، يلا تفضلي أبو رغد. نعم أبو رغد. ألو يا تشايني، حياك الله. إذا أمكن نصل التلفزيون إذا أكو يمك، لأن الصوت ده يرجع لي حتى حتى يسمع يعني سيادة النائب. أنا أحكي وياك حاليا من سجن سوسة. تفضل. تمام. أريد أحكي يا أستاذ أرشد الصالح، إحنا صار لنا هنا 3 أشهر. نعم. ما عندنا مي. نعم. ويقولوا لي حقوق الانسان وحده. انا ثاني شاني من كركوك. نعم. من اشتغلون التعذيب انا بريء عنكم، تشتغلون التعذيب ويجون حقوق الانسان يقول ما تعترفون انتم الا بالكتل، واشتغلون التعذيب وانحكمت 4 سنوات ونص وبعد عندي دعوه. نعم. وهسه انا بسوسه. الخليج يشوفون الحانود، الحانود بطل الزيت ب 6000 دينار، كيلو الشكر 3000 دينار. هاي موجوده بسوسه. وارزاق مثل النكل، المي صار لنا 3 أشهر إلى 4 أشهر مي قاطعين علينا ماكو. وين حقوق الانسان؟ سياده النائب تقدر تساله اي حتى قبل ما ينقطع الاتصال ويا ابو رغد من السجن. خليت وياي انا مركز دوميز انحكمت من الضابط، اخذ مني فلوس ويجون يقولوا لي انتم ما تعترفون الا بالكتل. خليت وياي هو استاذ ارشد. استاذ ارشد اهلا وسهلا اخ ابو رغد. انا ما اريد وانت داخل السجن حتى ما تتأذى، أخاف تتعرض إلى أمور. أنا راح أتكلم مع مدير السجن اليوم بعد هذا اللقاء مباشرة، وحتى نحافظ عليك. وعلى أخشى أنه راح يوز عليك واحد راح يقول هذا فلان كان حكى من السجن وراح تتأذى، فأحكي مع مدير السجن أنه ما حد يأذي. نعم. بس أنا أريد أقول لك على المي اللي عندنا، إحنا صار 3 أشهر 4 ماكو. نعم. مقطوع. أكيد. الحانود ما نبي نتيجي لجنة يسدونا، اللجنة تيجي تأخذ حسابها وتروح يأخذون رشاوي ويروحون. تمام. وكلها تدري بهذا الشيء. أبو رغد مباشرة بعد البرنامج راح يتصل. مباشرة بعد البرنامج. وإذا نفى هذا الشيء مع مدير السجن. إذا أكيد نفى أكيد إحنا مدير السجن. نعم. مع وزير العدل. تمام. أكيد راح نسمع مع وزير العدل مباشرة.